بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، شكرا لكافة الزملاء محمد بن بريك المري ومطلق بن علي العنزي على تواصلهم في أشواطنا الأولى الرئيسية في هذا اليوم وفي أول مراحل هذه المرحلة الثانية من عمر هذا المحلي الرابع. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مسافة 8 كيلومتر هي ما تجمعنا بكم في هذا اليوم وفي هذه المرحلة الثانية وفي هذه أيضا المسافة التراثية الجميلة. نتابع انطلاقتنا الثالثة للثنايا البكار لأشواطنا العامة في هذا اليوم، ونتابع بداية مع المركز الأول. الضويمر تحتل المقدمة وتسيطر على أول المراكز، تعود ملكيتها لراشد بن سعيد بن راشد النابت المري من يتواصل مع الضويمر وتحتل المقدمة. الدور والنقلة عند المركز الثاني، التواجد من الزعفرانة لمسعود بن سعيد الحريري المري، أيضا أحد ضيوف الميدان من ميدان الجزيرة. مشاهدينا الكرام، متواصل وأيضا مندفع إلى هذا الشوط بالتحديد. نتابع وننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، التواصل على المركز الثالث من عهد لعلي بن حمد الشرقي المري من يتواصل على المركز الثالث. نقلتنا مع المركز الرابع يصل الفردانية أو هنا الضويمر لراشد بن سعيد بن راشد النابت المري على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. الزعفرانة تعود ملكيتها لمسعود بن سعيد الحريري المري، وعلى المركز الرابع تتراجع هنا عهد علي بن حمد الشرق المري. يسلم 800 متر أخيرة، 800 متر أخيرة يا جماعة. نعود إلى الفردانية، الفردانية الفردانية مع الناموس، الفردانية مع الانطلاق الأول، الفردانية مع جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. هنا الضويمر على المركز الثاني، الضويمر راشد بن سعيد بن راشد النابت المري. الله 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 الله، تحركت الضويمر مشاهدينا الكرام، انطلقت الى الناموس، انطلقت الى الانتزاع هذه النقطة ايها الاخوة. ولكن هنا الفردانية لازالت تحاول، الفردانية والضويمر على الصدارة، الضويمر هي الاقرب للناموس. راشد بن سعيد النابت المري، يا الله الله الله، الضويمر والفردانية، الفردانية والضويمر، اللحظات الأخيرة، الضويمر والفردانية، لمن الناموس، يا سلام. الله الله الله، الفردانية، الضويمر، اللحظات الأخيرة، يا سلام. الله الله، يا سلام، عادت الفردانية وانتزعت هذا الناموس. تهانينا لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجر على فوز الفردانية بالمركز الأول. المركز الثاني تصل الضويمر راشد بن سعيد بن راشد النابت المري. المركز الثالث عهد لعلي بن حمد الشرقي المري. أما المركز الرابع فوصلت الحذرة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الخامس وصلت شقرة لراشد بن محمد بوشهاب المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، منافسة قوية في هذا الشوط. هذه الفردانية صاحبة التاريخ تعيد تاريخها وتعيد هذه النقطة إلى تاريخها الحافل. 13 دقيقة 36 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الفردانية جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري على هذا الناموس. أما وصلت في المركز الثاني الضويمر، وحقيقة تشكر على هذا العرض المميز وعلى هذه المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. 13 دقيقة 39 ثانية، 14 جزءا من الثانية. نتقدم بالتهنئة لمالك الضويمر راشد بن سعيد بن راشد النابت المري على فوز الضويمر بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فوصلت عهد على المركز الثالث، 13 دقيقة 45 ثانية، 28 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك عهد علي بن حمد الشرقي المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا الرابع وبرفقة الزميل يزيد بن سعيد.